تعالى لي يا دكتور بقى نكمل الفوازير بتاعت الترانزليشن بتاعتنا. من التريكات اللي بيجيبها كتير بقى في الامتحانات اللعب على البروناونز الضماير. ازاي؟ تعالى اما نجيب بص الجملة اللي عندك دي يا دكتور، بيقول لك لقد قدمت المنظمة لموظفيها فرص تدريبية لتعزيز مهاراتهم. تعالى بقى نشوف، انا هديك كذا اوبشن كده وانت تطلع لي الميستيك اللي في الجملة. في تشويس نمبر 1 بيقول لك the organization provides its employees with training opportunities to enhance their skills. ايه رايك في الجملة؟ فيها حاجة غلط؟ مفيهاش؟ متأكد؟ طب ركز كده. ركزت؟ طب ركز تاني. الجملة دي فيها ميستيك واحد، فيها مستيك واحد خاص ببروناون ضمير، بس فيها خداع بصري بقى شويه. البروناون ده مكتوب عندك اي تي ابوستروف اس، مظبوط؟ الاي تي ابوستروف اس دي يا دكتور دي شورت فور ايه؟ دي اختصار ايه؟ دي شورت فور ات از اور ات هاز. هو مش عايز يقول كده، هو عايز يقول موظفيها، موظف الشركه، موظف المنظمه، موظف المؤسسه، يعني هو عايز ملكيه لغير العاقل. الملكيه لغير العاقل بتتكتب اي تي اس من غير ابوستروفي خالص، وده المستيك في اول اوبشن. اوبشن تين تشويس بي بيقول لك the organization provide its employees with training opportunities to enhance their skills. ركز كده يا دكتور وحاول تطلع لنا الميستيك. المره دي يا دكتور الميستيك جاي في فيرب، في فيرب مكتوب غلط. ازاي يا مستر الفيرب كله مظبوط؟ بص يا مصري، الفيرب ده مكتوب عندك provide. طب ايه المشكله؟ المشكله ان هو ناقصه اس يا دكتور، لازم يبقى provides. طب ليه لازم اضيف له الاس؟ عشان الاورجنايزيشن دي سنجولر، دي مفرد، وطالما السبجكت بتاعي مفرد يبقى انا الفيرب لازم اضيف له اس. ماشي يا مستر، بتضحك علينا فيها دي. تعال خد اوبشن تالت، بيقول لك the organization provides its employees with training opportunities to enhance their skills. ركز كده، لقيت حاجة؟ مش لاقي؟ تعالى ما اقول لك. المستيك المرة دي يا دكتور في الكلمة دي، كلمة there. كلمة there مكتوب عندك T-H-E-R-E، مش كده؟ ودي كلمة معناها هناك أو يوجد، بس هو عايز يقول لك إيه بقى في الجملة؟ هو بيقول مهاراتهم، يعني أنا عايز ضمير ملكية للجمع. ضمير الملكية للجمع بيكتب إزاي؟ بيكتب T-H-E-I-R، يبقى ناخد بالنا إن في T-H-E-R-E دي اللي معناها هناك ونطقها there، وفي T-H-E-I-R ودي ضمير الملكية للجمع. يبقى يا دكتور لما نيجي نبص بقى على الفاينل انسر بقى، الكوريكت انسر تطلع بالمنظر ده. تعال نبص عليها كده. The organization provides، ادي provides مضاف لها اس اهو، its employees، its مكتوبة صح ITS ملكية لغير العاقل، with training opportunities to enhance their skills، their مكتوبة صح ضمير الملكية للجمع. ودي كانت فزورة النهاردة. Thank you.